توفي هشام رحمه الله، وأتى من بعده إلى الإمارة الأموية في الأندلس ابنه الكبير الأكبر الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. يصنفه المؤرخون بأنه هو الحكم الأول، لأن هناك حكم آخر سوف نتعرف عليه فيما بعد. سماء الأندلس التي ظلت صافية في أيام هشام سرعان ما بدأت تغطى بسحب ورعود منذرة بأن تحولا على وشك البدء. الحكم الأول حقيقة من الأمراء الأمويين الذين ظلموا من قبل المؤرخين، وأنا أقولها وأملك الشواهد. لماذا؟ لأن متى ما بدأوا يتكلمون عن الحكم دائما في بالهم من؟ هشام والده الرضيع. هذا الرجل الحكم يوصف في المصادر التاريخية بأنه لاه ومارق وفاسق. لماذا؟ لأن الحكم أجبر على أن يكون ضلعا في مشاكل أتت إليه حتى على أبواب قصره، كحاكم كان ينبغي عليه أن يواجه هذا الأمر، على عكس هشام الذي عاش شهر عسل مع شيوخ المالكية. الحكم يرى أنه هو أمير الأندلس، ينبغي أن تكون قراراته هي الأولى، وأن شيوخ المالكية هؤلاء ليسوا هم الأوصياء على توجيه الأمور في الأندلس كما كان سائدا في أيام هشام. إذن شيء من الشقة هل هو بين هؤلاء. هناك من المصادر التاريخية من تقول أن السبب يعود إلى شيوخ المالكية الذين بدأوا يشعرون أنهم لم يعودوا أصحاب وصايا كما كانوا في أيام هشام. إذن نوع من الرعود والزوابع في سماء الأندلس، لكن البرق بعيد. هناك في طليطلة قد يراها هشام أو قد لا يراها، تصله الأخبار بأن ثمة نقمة لا تقول المصادر التاريخية ضد هشام ضد الحكم، مع أن الحكم هو الرمز الآن هو الحاكم، ضد الأمويين. المشكلة أن الحكم لا يعرف من يقود هذه الحركة، الرأس المدبرة أصحاب التحريض لا يعرف عنهم شيء. مثل ما نقول حينما يفلس التاجر يعود إلى دفاتره القديمة
هشام تذكر أن جده عبد الرحمن كانت له وسائل في مثل هذه الأمور، استراتيجية الهجوم أفضل وسيلة للدفاع استعملها عبد الرحمن. في الأمر الآخر عبد الرحمن زرع رجلا اسمه هلال المديوني للقضاء على ثورة شقية ابن عبد الواحد المكناسي في غرب الأندلس. إذن الخطة طالما نجحت مع جده فلعلها تنجح معه. يتفق مع رجل من مدينة إلى الجنوب من قرطبة، من طليطرة، اسمها وشقة، اسمه عمروس بن يوسف، من طبقة المولدين، وسكان طليطرة المتوقع أنهم كلهم مولدين أو مولدون. لماذا؟ لأنها هي عاصمة إسبانيا قبل الإسلامية، فإذا المتوقع أن هؤلاء هم الذين ينقمون على الوجود الإسلامي في الأندلس. فإذا يزرع عمروس بن يوسف ويرسله إلى مدينة طليطلة. نعم، فيما بعد تبين أن الحركة لم يكن لها رأس، لأن عمروس بدأ يصعد كقائد كانوا ينتظرون مجيئه، يتعاطف معهم، يشجعهم فيما يفعلون، ويقترح عليهم بأنهم سوف لن يكملوا أو يكونوا جبهة قادرة على مجابهة الأمويين إلا إذا خرجوا خارج أهاليهم ودورهم، لأنه ينبغي أن يتمرنوا على الاستعداد العسكري وحمل السلاح، ولكي يكون ذلك رمزا عليهم أن يبنوا قلعة في الجهة المقابلة من مدينة طليطلة عبر نهر التاج، شبيهة بمدينة قرطبة، ويبنى هناك حصن. يعلن عمروس بن يوسف عن إقامة حفلة كبيرة بمناسبة الانتهاء من بناء الحصن، ذلك الرمز لثوار طليطلة. هنا يسير عبد الرحمن الحكم جيشا بقيادة ابنه عبد الرحمن، سنتعرف عليه أكثر فيما بعد، بمزاعم أن هناك البوشكنس الباسك في شمال إسبانيا قاموا بحركة معارضة للأمويين، والبوشكنس يثورون من تلك الأيام ومن قبلهم ولعله إلى يومنا الحاضر. إذا لا يثير الشك فإن حملة تظهر من قرطبة لمواجهة البوشكنس، نعرفهم باسمهم الحالي الباسك. فإذا لكن هذا الجيش الذي يقوده عبد الرحمن كما تخبرنا المصادر التاريخية يتمكن من التسلل إلى داخل القلعة تلك قبل ليلة من وصول المحتفلين بمدينة طليطلة. هي بكل الاعتبارات حادثة مفجعة، حادثة
لعله لا نبالغ إذا قلنا أنها من النقط السوداء في التاريخ الأندلسي. لماذا؟ لأن هؤلاء المحتفلون محتفلين أتوا زرافات من طليطلة، وهم يمنون نفسهم بعشاء وغداء على دق الطبول ورائحة البخور، وحينما يصلون إلى القلعة يخبرون من قبل المنظمين بأن صحن القلعة لا تكفيهم كلهم، فليدخلوا جماعة ويخرجوا من الباب الآخر وتدخل جماعة أخرى. لكنه كما يقال لنا أنه كانت قد احتفرت حفرة في وسط الصحن، وكل واحد يدخل يجد نفسه في داخل الحفرة تلك. حتى أن عبد الرحمن ابن الحكم يقال أنه أصيب بالحول لأنه كان يركز أنظاره إلى جهة الحفرة هذه لكي يقتل الداخلين إليه. مذبحة كبيرة، بعضهم يوصلون العدد إلى 70,000، نشك في الرقم، فلنقول 7,000، فلنقول 700، يزال شيء مفجع. لكن هذه الزوبعة بعيدة عن الحكم، يسمع بها، وقد يمكن أن يرى في الأفق البعيد تلك السحابة السوداء هناك. لكن حينما يتكون تشكيل السحب في سماء قرطبة، إذن الأمر هنا شيء جدي. مدينة قرطبة النهر الكبير، شمال مدينة قرطبة، شمال النهر هناك مدينة قرطبة. قرطبة مقسمة إلى قسمين يفرق بينهما شارع كبير كان يسمى أيام الرومان فيا رومانو، الآن المحجة الكبرى. في الجهة الشرقية المسجد الجامع، في المقابل قصر الإمارة في الجهة الأخرى. في الجهة الغربية سكنوا الأمير، قصر الأمير، ثم بعد ذلك العسكريين ورجالات الدولة. في الطرف الآخر سكان مدينة قرطبة القدامى. المدينة لا تتمكن من التوسع شرقا أو حتى شمالا من جهة الشرقية. لماذا؟ لأنها مقابر سواء من الشرق أو من الشمال، فبالتالي المسلمون يكرهون البناء في المقابر. الجهة الغربية من مدينة قرطبة بعد أسوارها مباشرة هناك سلسلة جبلية ليست عالية هضاب تسمى جبال العروس. فإذا قرطبة الآن التي انتعشت هاجر إليها من الأندلس أو حتى من خارج الأندلس، فإنهم لم يجدوا مكانا في قرطبة القديمة. عبر القنطرة هناك أرض واسعة كانت تسمى شقندة، مزارع كانت. السكيندو بالإسباني. فإذن هؤلاء المهاجرين بدأوا يستقرون في هذه المنطقة الخاوية، حتى أنها غدت مدينة كبيرة. لكنها أشبه بما نسميه نحن بالعشوائيات التي دائما ما تنشأ في مكان ما في
العاصمة المكتظة، وناس من شمال الأندلس وناس من غرب الأندلس وناس من شمال الأندلس من جنوب الأندلس، فإذن جمعتهم الظروف في هذا المكان، حرفيين مهنيين أصحاب مهن عديدة يقطنون في تلك المنطقة. إذن هناك من المصادر كما قلنا من يقول أن شيوخ المالكية هم المحرضين الذين يعكرون صورة الأمير أمام هؤلاء. هؤلاء نعم قرطبيون، ولكنهم يشعرون أنهم لم يستوعبوا في مدينة قرطبة، فإذن تبدأ القلاقل هناك، ويمكن للأمير الحكم أن يشاهد آثارها عبر النهر مباشرة. بدأت الحركة بسمة قلاقل هنا وهناك، وبدأ هناك من يأتي إلى الأمير الحكم ويخبره بأن هناك تحريضا واسعا في منطقة الربض، حتى أنهم يحيكون الدسائس والمؤامرات، وقد تمكنوا من بعض الأمويين الذين لحقوا بالأندلسي بعد دخول عبد الرحمن على أساس عزل الحكم وتعيين أحدهم أميرا على الأندلس. الحكم لم يصدق بهذا الأمر، كما نفر على الذين قالوا أن المحرضين هم شيوخ المالكية. لا تضعوا أنفسكم بيني وبين علمائي. والحكم اعتقد أنها هذه مرحلة غضب، يعرف الأسباب، لكنه لم يدرك أن الغضب إذا تراكم يتحول إلى هيج من الهيجان، الغضبة العارمة التي لا يعرف الإنسان كيف تأتيه سرعان ما تذهب عنه، هي الغضبة العارمة. ولذلك فإن المصادر التاريخية تتكلم عن الحادثة هذه بأنها هيج الربط. أتوا إليه مرة أخرى يخبروه بالحال، عند ذلك يقال والله العالم أن الأمير الحكم أتى بهؤلاء وقال لهم اعطوني أسماء من يتعاطف مع هذه الحركة التي بدأت في الربط. ويقال أنهم بدأوا يذكرون أسماء، ومنهم أناس من داخل قصر الأمير الحكم، حتى ليقال أن كاتبا كان قد خبأه الحكم لكي يسجل الأسماء، لعله خشي على نفسه من أن يذكر اسمه أحدث صوتا بريشته. اكتشفت القضية، قبض على رؤوس الحركة شيوخ المالكية، وكأنهم يقولون يكاد المريب أن يقول خذوني، هربوا إلى خارج قرطبة. أمر الأمير الحكم بقتل عدد لا تحددهم المصادر التاريخية، وظن أن الحركة انتهت، لكنه بقيت في النفوس شيئا، والنفوس إذا بقي فيها شيء تنتظر أي عذر لكي تظهر.
حادثة بسيطة. يأتي رجلا من حرس الحكم أو رجالات القصر إلى الربض ومعه سيف تالم، يذهب به إلى حداد لكي يحد له السيف. وكعادة المهنيين الرجل يخلف موعده حينما يأتي في الوقت المحدد. صراخ صياح إلى عراك، إلى مضاربة كما يقال، ورجل الحكم يقتل ذاك الربضي. الخبر ينتشر في الحي وينطلق كل واحد بما يمكن له أن يحمل من عصي وحجارة وخنجر وسكاكين، وينطلق عبر الجسر الكبير إلى أمام قصر الأمير الحكم. ننتقل إلى داخل القصر لكي نعرف ماذا يحدث. يقال أن الأمير الحكم وهو يستعد للخطر الذي دق عليه بابه صاح بغلامه: اعطني الغالية. وما هي الغالية؟ قنينة عطر كانت أحضرت له من المشرق، وكان الأمير الحكم يحتفظ بها لوقت مناسب، والآن أتى الوقت المناسب. لكن ذلك الغلام استغرب من أن الحكم يطلب الغالية في مثل هذا الوقت، يصيح بها مرة أخرى. يتجرأ الغلام في المرة الثالثة ويقول: أيها الأمير، هل هذا وقت الغالية؟ يصيح به: احضرها. ولما أحضرت سكب محتوياتها على رأسه قائلا: من أين للناس أن يعرفوا رأسي من رأس الآخرين؟ بمعنى أن الحكم قرر أن يواجه الموقف بنفسه، لكنه كان قد اتخذ إجراء آخر. من الباب الخلفي للقصر فتحت البوابات وانطلق منها جيش للحكم، تمكن من عبور نهر الوادي الكبير والمجيء إلى الربض من الجنوب. فإذن هؤلاء الربضيون حوصروا في منطقة الجسر وجانبه قصر الإمارة. هذه حقيقة مقتلة، أيضا يصلون بالعدد إلى شيء عال، ولعله فعلا كان ذلك. حتى أن المؤرخين يقولوا لنا أن نهر الوادي الكبير تحول إلى نهر أحمر. بدأت المطالبات برفع السيف. اشترط عليهم الحكم بأنه سوف لن يرفع السيف إلا بتعهد بأن هؤلاء الربضيون لن يبقوا في الأندلس بعد ذلك الزمن. وفعلا على هذا الأساس رحلوا، ولهم تغريبة جميلة مليئة بالمفاجآت. يذهبون إلى المغرب، أقرب منطقة إليهم. حينها إدريس بن عبد الله الثاني ابن مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب كان على وشك أن يقيم عاصمة جديدة له بعد أن كان مقر والده
مثل عبد الرحمن والحكم الآن نفس الشيء. منطقة وليلي بين القبائل البربرية هناك، اختاروا موقع ما يعرف في الوقت الحاضر بمدينة فاس عاصمة الأدارسة. ولعل إدريسن الثاني فرح كثيرا بأنه يريد أن يبني عاصمة، وحوالي 10,000 أو 15,000 أو حتى 20,000 من العمال المهرة يأتون إلى بابه يطلبون عملا، يبنون له الجزء الغربي من مدينة فاس، وهو قائم إلى الوقت الحاضر، يسمونها أهل المغربي بالعدوة الأندلسية، واليونسكو تعتبر مدينة فاس هذه بالإضافة إلى شقيقتها من الجهة الشرقية التي تسمى القرويين، وهي الأصح أننا نطلق عليها اسم القيروانيين، لأن المهاجرين القيروانيين أيضا عرب سكنوا في الجهة الغربية الشرقية، والآخرون سكنوا في الجهة التي بناها هؤلاء الربضيون. فإذن هذه تعتبر فاس في جهتها الغربية هي المدينة الأندلسية الوحيدة الباقية على قيد الحياة، والحكومة المغربية فعلا حريصة على هذا الجانب، لأنه لا يسمح بتحريك حجر في فاس القديمة. لكن إدريس بن عبد الله يستخدم هؤلاء وفي نفسه خوف منهم، هؤلاء فعلوا بأميرهم ما فعلوا، إذا لو بقوا بين ظهرين ماذا يفعلون؟ فحالما انتهوا من بناء العصبة أصر على إخراجهم إلى حيث يشاءون. كان الهدف القيروان، لكنهم منعوا من القيروان واستمروا في طريقهم إلى الإسكندرية. في لحظة الصراع بين الأمين والمأمون أبناء هارون الرشيد، كانت قبضة الخلافة العباسية على مصر جناحها الغربي كانت قد خف قليلا، نزل هؤلاء الربضيون مدينة الإسكندرية، وتخبرنا المصادر أنهم استطاعوا أن يقيموا لأنفسهم كيانا سياسي في مدينة الإسكندرية، فإذن السياسة تلعب بدور برؤسهم. ماذا يفعلون؟ المأمون يسترد السلطة والقوة ويخرج هؤلاء الربضيون من الإسكندرية. أين يذهبون؟ لا يعودون إلى الأندلس ولا يتمكنون من عودة إلى الأندلس، إلى أحد الجزر الثلاثة الواقعة في شرق المتوسط، قبرص ورودس وكريت. ينزلون في كريت وينشئون فيها مملكة بحرية لا زالت إلى الآن علامة استفهام بالنسبة للمؤرخين، لأنهم يقفون موقف الند للند للإمبراطورية البيزنطية، أكبر قوة بحرية في شرق المتوسط. حتى أن أباطر البيزنطيون لا يستطيعون أن عمل شيء، يرسلون إلى عبد الرحمن الذي خلف الحكم يطلب منهم فكنا من جماعتك هذولي، يرد عليهم الحكم عبد الرحمن إنهم شراذمة أفاقين، أخرجوا من الأندلس وليس لي حكم ولا شأن بهم. في المقابل العباسيين اعتبروهم رأس حربة بحرية لهم، لكن هذه المملكة التي أنشأها رجل اسمه محمد بن شعيب لعبت أدوارا، حتى أنهم ساعدوا الأغالبة في فتح جزيرة صقلية،
وكأنهم قوة نزلت من السماء. لكن بعد حكم استمر حوالي 50 عاما دابوا. الآن في أكثر من بلدة عربية هناك إشارات إلى قلاع مواقع بأنها قلعة الربط وحي الربط، وهي أصولها من الأندلس. نعود إلى الأندلس. الحكم، قلت أنا في بداية كلامي أنه أجبر أن يكون ضلعا في مشاكل لم يثرها هو نفسه، أتت إليه ولكنه قابلها بهذا الموقف القوي. من كتبوا عنه هم من الطبقة الذين يشعرون أن الحكم وقف ضدهم، فإذا أتت من هنا المارق والفاسد واللاهي، فإذا الحكم مثل عبد الرحمن جده، قضى أواخر أيامه وهو يشعر بالأسى لما حصل في عصره. يقال والله العالم أنه أصيب بالفالج، والفالج هو الشلل كما نحن نعرفه في الوقت الحاضر. إذن مثل جده حبيس قصر الإمارة. الحكم يملك نفس المقدرة التي كان يملكها جده عبد الرحمن، شاعر ويعد من الشعراء المبكرين في الأندلس، قال شيئا كثيرا، لكن ترك لنا بيتين نستطيع أن نعبر من خلالهما إلى عصر ابنه عبد الرحمن. يقول الأمير الحكم موجها كلامه إلى ابنه عبد الرحمن: وهاك سلامي أنني قد تركتها. الضبير هنا عائد إلى الأندلس. وهاك سلامي أنني قد تركتها مهادا ولم أترك عليها منازعة، أي أنني برغم ما حصل إلا أن سلوتي أنني أترك لك أندلسا هانئا. فإذن أتى عبد الرحمن لهذه الأندلس الهانئة. إذن ولله الحمد تمكننا من جمع عصرين، عصر الأمير هشام ابن عبد الرحمن الرضي أو الرضا، وعصر الأمير الحكم الذي لقب بلقب أعرف يقينا أنه لم يكن يحبه، وهو الربضي للحادثة هذه. ربيع الأندلس سيأتي، وهذا الأمر يجعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في ذلك العصر الجميل الذي سمي من قبل المؤرخين بأنه عصر الأعياد والأفراح.